اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركتكم عبر ارقام هواتفنا اللي راح تظهر اسفل الشاشه. تقدرون تتصلون بنا باي لحظه من لحظات برنامج صوتكم على واحد من ذني الارقام حتى نسمع ارائكم بالمواضيع اللي احنا نطرحها عليكم، واللي هي اصلا انتم مصوريها وانتم اللي ناشريها على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا بدنا ننقلها من جديد او نتداولها، وهي صوتكم وايضا تعليقاتكم واتصالاتكم بنا على هاي المواضيع هي ايضا نقل الى صوتكم. وفي حال تريدون تحكون بالمواضيع نفسها او باي موضوع انتم تريدون تحكون به، تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني الارقام اللي تشوفوها بالاسفل. في حال ما تامن الخط وياكم لاي سبب كان، تقدرون تدزلوا لنا رسائل على رقم الواتساب اخر رقم اللي تشوفوا امامكم، نقدر نقرا رسائلكم ان شاء الله بالدقائق الاخيره من حلقه هذا اليوم. لكن اتمنى ان تكون الرساله مكتوبه مطبوعه بالاسم والمكان حتى نعرف من منو ومن وين جتنا هاي الرساله. نبدا حلقه اليوم مشاهدينا الكرام، واول ملف ويانا هو ملف معاناه المحاضرين المجانيين اللي طلعوا اكثر من مره بتظاهرات. الطالب بالتعيين والطالب ايضا بالحقوق المسلوبه منهم، لكن لا شيء حدث على ارض الواقع. ينتظرون المحاضرين المجانيين من خريجي كليات التربيه من سنوات امل انه يتعينون او يتثبتون على ملاكات وزاره التربيه. لكن الصدمه تجي لما يلقون محاضرين البصره وبعض محافظات العراق الاخرى انه اسمائهم محذوفه من التثبيت وتم استبدالها باشخاص ثانيين ممن لا يمتلكون شهادات باموال ورشاوي وتابعين لاحزاب نافذه. الفيديو التالي اللي راح تشوفوه لاهالي المحاضرين وهو يلخص لكم معاناه الاف من المحاضرين اللي تم سرقه حقوقهم في المحافظه من قبل منسقين محاضرين، وذلك تم من خلال حذف اسمائهم واضافه اسماء اخرى باموال طائله. تعالوا نشوف. ذولا المحاضرين. لكن نبقى بالبصرة، ما راح نروح بعيد من البصرة، راح نروح إلى مكان ثاني، نروح هسه إلى قضاء الهارثة. محاضرين 2020 المجانيين بالقضاء طالبوا أنه تم إرجاع حقوقهم إليهم اللي انسرقت أو اللي انسرقت من قبل أشخاص متنفذين حسب كلامهم. أكدوا المحاضرين المجانيين اللي احتجوا هنا على سرقة حقهم بالتعيين أنه قائمة نبني اللي يتزعمها هادي العامري تستخدم ملف المحاضرين من أجل الانتخابات وتسرق الوظيفة من المستحق وتنطيها اللي يصوت لها، والهاي القائمة المسمات نبني واللي تريد تبني على أساس التزوير والرشاوي. خلونا نشوف. وذول المحاضرين كلهم مستمرين بالدوام، صاير لهم اقل واحد فالسنتين او ثلاث سنوات، البارحه طلع سيد محمد يقول ذول كلهم منقطعين، ماكو هيك كلام. سيد انت كذاب، هاي الناس كل مستمرين بالدوام لو ما مستمرين؟ كل مستمره بالدوام ولا واحد طلع اسمه، انتم اللي طلعتهم كلهم خريجين ابتدائيه وكلهم خريجين محو الاميه وكلهم متوسطه، هاي المدارس احنا بالهاسه ما محتاجينهم. ما محتاجينهم، سترجاء فقط يعني رفعت الاسماء اللي عندهم بكالوريوس اللي المدارس بامس الحاجه لهم، فاحنا مستمرين بالدوام ولا واحد طلع اسمه، اكو واحد طلع اسمه بيكم؟ ولا واحد طلع اسمه، فلا تظل تطلع وتلفق بالحكي وتقنع هاي الناس الفقره. لا تستخدمون ملف محاضرين 2020 للانتخابات. اكو تسجيلات
صوتيه وتسريبات انه جاي تستخدمون محاضرين 20 لاجل الانتخابات. انتخب نبني، ما اريد نحكيها بعد حتى بس بعد عواد. انتخب قائمه نبني ونحميها ونبنيها ونطلع اسمك بالتربيه. خلوا الله بين عيونكم. قائمه نبني، واول بناء للمستقبل انك تهتم بالتعليم، لانك لما تهتم بالتعليم راح تنشئ رجال المستقبل ونساء المستقبل اللي راح يبنون المستقبل. فانت لما تجي قائمه اسمها نبني تعين بالتزوير، فش راح تبنون؟ لما تصعد لي طبيب بالتزوير المريض راح يموت، ولما تخرج لي مهندس بالتزوير البيوت راح توقع والناس تموت، ولما تخرج لي معلم او تعين لي معلم بالتزوير الطلاب كل شيء ما راح تفتهم، والمستقبل راح يكون مظلم اكثر من الوقت الحالي. فشنو معنى اسم نبني؟ اتمنى واحد يجاوبني عليه. راح تجون تقولون هذا كلام ماكو من عنده، هذا كلام ما صاير، بس راح افاجئكم مفاجاه بهالفيديو اللي راح تشوفوه هنا. هنا بهالفيديو مدرس من المحاضرين المجانيين، لكن مو بالبصره، هنا هو في محافظه القادسيه من مدينه الديوانيه مركز المحافظه. يتفاجئ المدرس انه واحد من تلاميذه، واحد من طلابه يتعين. كل استاذ يفرح لما يشوف واحد من طلابه متعين ويتمنى الطالب يكون احسن من الاستاذ، لكن الطامه الكبرى انه الاستاذ صار له 3 سنين محاضر مجاني وما لاقي تعيين، والطالب عنده بصف الثالث متوسط يطلع تعيينه. تعالوا نشوف. أنا محافظ مجاني صار لي 9 سنوات أداوم. نعم. مجاني. نعم. إخلاص فيزياء. عندي طالب في ثالث متوسط. أحط اللاقي طبعاً سنة 2021. إيه. أمس يجي على مود وثيقة، ياخذ الوثيقة مالت الثالث، فسألته إيش يسوي هنا؟ فقال والله أنا طلع اسمي بمحاضرين 2020 وأنا أستاذة ما طالب. هو طالب. أيوة. إيش يسوي؟ الله كريم. الله كريم. تربية الآن. تخيل عزيزي المشاهد لما يطلع لك واحد يقول لك أنا أستاذ ما عندي تعيين، التلميذ عندي بصف الثالث متوسط متعين، وتخيل هذا الأستاذ يروح على التلميذ يقول له بلا زحمة سوي لي واسطة دا أتعين، هو طالب عنده بالمدرسة بعدها بالمتوسطة. لما نحكيكم طالب صف ثالث متوسط، إذا حسبناها الطالب هذا ناجح بدون ولا رسوب بالابتدائية وبالمتوسطة، يعني عمره 15 سنة، يعني 15 سنة ومتعين، والأستاذ قاعد يدور تعيين سنة وسنتين وثلاثة. اللي درس وتعب وتخرج وأخذ بكالوريوس وكمل وقال يا الله وصار يشتغل، وراه اشتغل محاضر مجاني في سبيل أن يقدم شيء للبلد، وراها سمع أنه أكو وجبة تعيينات ووعدوهم، يتفاجئ أنه تلميذه متعين وهو مشمور على صفحة، هو مركون على الرف، هو محطوط بالمجر، ما حد يدير له بال. ولما يسمعون صوته يصمون اذاناتهم، ما حد يدير له بال، ولما يشوفوه بالشارع يغطون عيونهم حتى ما حد يدير له بال. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجودي انا من منصه فيسبوك. هدى حكمت: العراق تحول اسمه من العراق العظيم الى عراق النصب والاحتيال، حسبنا الله ونعم الوكيل. يونس مصطفى: بالمختصر عندك واسطه تعيش، ما عندك اطبق بصفحه وسلم لي. وأم مريم المزروعية تقول: كلنا ربعك، لعد شنو يلغي أمري الإداري وما يحق لي التعاقد كمحاضرة، وظليت ورحت وراجعت وما يفيد، حسبي الله ونعم الوكيل. محمد العمراني: طلع هو يداوم بالمدرسة والواسطات مسجلين محاضر 2020، إنه العراق العظيم. فكان هذا تعليق محمد العمراني. أبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله يا أبو عمر. حياك الله أستاذ أفل المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. حياك. حياك الله أستاذ أفل. إحنا نعرف أن العراق صحيح فقد هواي أمور بحياته من 2003 ولحد الآن، يعني فقد الزراعة وفقد الصناعة. نعم. من يعني سبب يعني قطاع المياه يعني بغداد وكل محافظاتنا.
بس للاسف يعني احنا من فقدنا هاي الامور، الانهار والمياه وجفت يعني كل الانهار عندنا، بس ما ممكن ان يجف عندنا رواتب هذول المحاضرين، ما ممكن ان تجف وزاره التعليم وزاره التربيه يعني بانشاء يعني بدال اشياء امور يعني بدال عن الزراعه والصناعه، يعني تخلي لها تعليم، تخلي تبني مدارس، تبني لها يعني لها من اجل ان يكون لها كرامه سياده للدوله. فالدولة اللي ما عندها سيادة وما عندها كرامة ما ممكن أن تحترم. هسه عندك المجالس المحافظات اللي يريدون الانتخابات من عندهم، شلون يقدم أبناء الشعب العراقي أصواته وشلون ينتخب إنه قائمة فلان وقائمة فلان؟ هو ابن بلده ما مقدم له لحد الآن، اللي ناس المحاضرين يعني أكثر من 5 سنين وست سنين وعشر سنين يخدمون يعني يطلعون بتظاهراتهم يطالبون حقوقهم يطالبون على تثبيت الملاك لهم الدائم، اللي يعني ما محترم انت من قبل هاي الاحزاب وهاي الحكومه هاي الميليشيات. طيب شلون تريد يدعون بصواتكم؟ شلون يريدون ينتخبوكم وانتم ما مقدريهم؟ انتم لي تقدير، انتم لي احترام، دوله ما عندها اي احترام لشعبه، فكيف الشعب يحترم هاي الدوله ويحترم هاي الانتخابات وهاي الوجوه الزفره اللي حكمت العراق من 2003؟ البلد ما يتقدم هيك ناس، ما يتقدم هيك كفاءات اللي تحكم، بس عندهم ميليشيات الحشيد والجيش والقوات الامنيه تستلم رواتب لان من اجل مصلحتهم، من اجل ان يكون حمايه لهم هاي الجيوش اللي هي نصبتها من بعد الاحتلال. فما يفيدهم هاي الامور انه المواطن اللي قاعد بلي راتب او سلم تعديل سلم الرواتب للناس المتقاعدين اللي منضرين بزياده الدولار وصعود الدولار والامور اللي جاي دا يتعب للمواطن العراقي اللي يشوف صعوبه معيشته، وكل هذا ما مقتنعين به، يروحون يعني قوات الامن قوات الشغب تروح تضربهم بالهروات رش المياه عليهم. هذا يعتبر يعني قله احترام الدوله وقله سيادتها. يعني المواطن شي يريد من الدولة؟ شي يريد من عدة؟ ما يريد يصير وزير ولا يريد يصير مرشح ولا يريد يصير في المكان يعني بالدولة، يريد حقه، هذا حقه لابد أنه من يخدم شعبه ويخدم الدولة. ومجاله بالتعليم المفروض الدولة يعني تحسب له اهتمام، بس للأسف إحنا ما عندنا دولة تنهار، دولة عندنا ذات سيادة، انه الشعب من يشوف هيك محتاجة تشجع به وتعطي له قدراته وتعطي له حقه ويصير البلد يعني بعزة ورفاهية وكرامة. لكن للأسف ما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بهاي الحكومة واللي جاء بها الاحتلال الأمريكي، ومهما يكون لابد ان يجوم يظهر صوت الحق وتنزال هاي الحكومة الفاسدة وترجع حقوق الشعب العراقي كلهم بإن شاء الله بعون الله تعالى. واني أشكرك وتحياتي لك القناة الرابعة. شكرا لك أبو عمر. أبو علي من بغداد حياك الله. أبو علي انقطع الاتصال ويا أبو علي. المشكلة أنه لما العالم، مو لما العالم، خلينا نحكي بواقعية أكثر، في كل بلدان العالم أكو أنظمة، والعراق كان يعمل بهذا النظام ونظام التقاعد. نظام التقاعد انوجد حتى الكبير بالعمر يرتاح، يقول له هذا راتبك التقاعدي، اقعد ببيتك، شكرا جزيلا على تأديتك إلى خدمتك، شكرا جزيلا على اللي قدمته لهذا البلد، احنا شاكرين لك فضلك، وهذا راتبك التقاعدي، استريح. تجي بمكانه ناس حتى تشتغل، حتى تكون نفسها، حتى تساهم في البلد. في أثناء هذه الفترة يعيش هذا الرجال، يعمل، يوصل إلى وقت التقاعد، يتقاعد حتى يجي غيره. لهالسبب لما كانوا يتخرجون الناس من الجامعات أكو مكاتب للتوظيف، روح أنت اشتغل بفلان مكان، أنت روح اشتغل بفلان مكان، روح اشتغل أنت بفلان مكان، يشتغلون مرتاحين ما يتعب. خريجين الأوائل يتعينون بالجامعات كمعيدين، يتعينون في أماكن مهمة لأنه هو من الأوائل، يهتمون بهم حتى يطورون نفسهم. الأول والثاني والثالث دائماً إحنا نعرف مستقبله راح يكون أستاذ جامعي، لأن هذا إلى حظوة بالدراسات العليا كماجستير ودكتوراه، كمل الماجستير، كمل الدكتوراه أثناء عمل الجامعي، استمر في العمل الجامعي أو عمل في مهن أخرى، لكن إلى حظوة، لأن يقول لك هذا أول، هذا متفوق.
ولهالسبب كانت اكو مدارس المتميزين وغيرها، وكان اكو نظام تحفيز اتصور بالعراق معمول به ليه هسه، لكن مو مثل قبل. نظام الاعفاء، الاعفاء بالمدرسه حتى الطالب يفرح، يفرح لما هو يحس جايب 90 وفوق ويقول لك اني معفي، اني معفي من الامتحان لانه اني دراستي وتشدي وتعبي بالسنه الدراسيه طاني الاعفاء. مو بس الطالب يحصل اعفاء، هوايه كانت جهات تحصل حوافز اخرى. الاول يتعين مباشره بكليته، بكليته اللي هو تخرج منها، حتى الطلاب يباعون عليه ويعرفون مستقبلهم، يقول لك هذا تخرج اول وتعين معيد. وكذلك التوظيف، الا له بالعراق اليوم مصايب. الخريج قاعد وطلبة الدراسات العليا يظهرون، والموظف ما يلقى شغل، وطالب الثالث متوسطة يتعين، يتعين بدال الأستاذ اللي درسه. زين هذا الأستاذ من يباوع عليه شي حس، شي حس بالضبط. أرد أسأل وزير التربية، لما أنت وزير تربية وأنا قاعد بمكاني هنا وأخذ راتبك أنت وأنت تشتغل ببلاش، شنو شعورك اتجاهي؟ أتمنى جاوب على هذا الشيء يا وزير التربية. موظفي البلدية وعمال النظافة هم أكثر الفئات شغل وأقلهم أجر بكل دوائر الدولة، ولهالسبب الظاهر عدد من موظفين من أصحاب الأجور المتدنية أو القليلة يطالبون بإقرار سلم رواتب جديد. التظاهرة اللي راح نشوفها بعد شوية في النجف، يطالبون بسلم رواتب لأنه هاي الطبقة مظلومة، يقولون إحنا لازم واحد يحس بينا، لازم واحد يفكر بينا، لأنه إحنا نشتغل وراتبنا 220 ألف دينار للشهر، هذا الرقم ما يكفي حتى سد رمق العيش بظل غلاء معيشي في العراق، بظل احتكار السوق. الغلاء المعيشي لعدة أسباب، هي مثلاً سعر الدولار وسعر الصرف، احتكار السوق من قبل بعض التجار، قلة الرواتب، فساد المسؤولين والرشاوي، وهاي الأمور هاي كلها تسببت في عدم تمكنهم من المعيشة بشعور كريم. ولهالسبب يطالبون بتعديل سلم الرواتب، ويقولون أنه تعديل سلم الرواتب هو واجب وطني على الكل. وقالوا ما نص إذا المسؤول والمدير ما يوقف ويا الموظف ويطالب بتقرير أو بإقرار تعديل سلم الرواتب الجديد، أعتقد أنه هذا غير جدير أن يكون مسؤول وغير جدير بالمسؤولية، والكلام للجميع من دون استثناء. وكانت التظاهرة بالنجف هذه هي. خلوا موقفك شهم والكرسي ما دايم، طالعين على مود يطالبون بحقوقهم، تروح تخاطب تقول له والله أنا أفصلك، والله أنا سجل غياب، عيب. المواقف تذكر. أكثر طبقة مظلومة بالعراق هي اليوم اللي يشوفوها حالياً طالعة مظاهرات على مود سلم رواتبها، فقط مسالمين فقط على مود سلم رواتبهم طالعين مظاهرات. واحدهم يستلم 170 أو 220 ألف. دوائر خدمية، أكثر دوائر قاعد تخدم العراق هي هاي الدوائر. أبسط شيء، اسمع، أبسط شيء، أعطت مجلس وزراء العراق عطلة رسمية لكافة الدوائر ما عدا الدوائر الخدمية اللي هي رواتبها 170-240 ألف. موظف يشتغل قسماً بالله لو مو هاي الفئة اللي تخدمك من بلدية أم من صحة أم من مشاريع ماي أم من دوائر عدة، هي هاي الفئة اللي مظلومة، كن أنت أحسن فئة بالسلم الرواتب هي هاي. لما الموظف يستلم 170، يعني عندنا نحكي ورقة بالشهر، 12 شهر هاي 1200 دولار. وبدول العالم اللي يستلم أقل من 1500 بالشهر هذا تحت خط الفقر. فما بالك بموظف متزوج وعنده أطفال وفاتح بيت ويستلم ورقة بالشهر، واللي استلم 220 ترى ما افترق عن 170، ايش قد صارت 130 دولار؟ احسب ليها بالسنة ايش قد. هذا يقدر يفتح بيت لو يتزوج لو يخلف
لو يكبر، لو يدرس بالجامعة، لو يزوج ابنه، لو يزوج بنته، لو يشتري هدايا لهم بعياد ميلادهم، لو ابنه من يتمرض يقدر يشتري له دواء، شو يقدر يشتري حتى يشتري بهال 120 او 170 عفوا، شو يقدر يشتري، شو يقدر يجيب، يجيب لهم غاز، يدفع فاتورة الكهرباء، يدفع فاتورة التليفون، يدفع المي، يدفع الكهرباء وامبيرية ومولدة، شو يدفع؟ تعالوا قسموا لي 100 دولار على عائلة مكونة من 4 نفرات ما تتقسم والله. ايش قد يوميته؟ ايش قد يوميته؟ اردفتهم الدولة العراقية لما نعين الذولة ونطتهم راتب 170 ألف، ايش قد يوميته؟ من النجف. ماذا نحكي هسه عن الرواتب القليلة؟ راح نحكي بقضية أخرى من العمال. ماذا يحكون هنا عن الرواتب؟ نقابة العمال بالنجف شكوا اللي بيها ان هم مظلومين، لان هم الدولة عفوا منحتهم قاعين، قاع سكنية، ارض منحت اراضي بالحي السكني لنقابة العمال، لكن ما تثمنت لحد هاي اللحظة. وقالوا انه رغم انه احنا كملنا كل الاوراق المطلوبة، لكن حي العمال السكني ما تثمنت اراضي، ما تثمنت، يعني الدوله ما عرفت قيمه هاي الارض، بالمقابل يعني ما سلمتها لاصحابها، يعني لحد الان هم يعرفون ان هم راح يسلمون قاع بهاي المنطقه، بس كل شيء ماكو على ارض الواقع. كملوا كل الاوراق، خلصوا كل الاوراق، والدوله تقول لهم غير مثمنه، يعني انتظر ابره بنج. واكدوا انه اكو جهات متنفذه تحاول السيطره على القاع. تعالوا نشوف. نقابة العمال أسوة المفروض بباقي النقابات، وزعت بالنجف 16 نقابة، المهندسين الزراعي والمهن الصحية والمعلمين والمحن الوكيل، كل النقابات حصلت الموافقات. احنا هاي النقابات اللي وزعت قطع عليها أراضي، احنا أقدم نقابة بها. نعم. من 2017 حصلنا على باقي القطع، كل الشغلات الرسمية حصلت عليها الاتحاد. نعم. وحاليا نطالب مجلس الوزراء والأمان العام لمجلس الوزراء بالإسراع بالسندات، بكتابة تثمين على المادة 40، لأن احنا تعبنا، احنا طبقة كادحة، من تنوع لنا؟ احنا نطالب رئاسة الوزراء ونطالب نواب النجف، 12 نائب بالنجف، 4 نساء و6 8 رجال، نطالبهم بالإسراع. ونشكر بعض النواب الذي قاموا ويانا، منهم هادي السلامي، حقيقة الرجل ما قصر. ولكن اليوم احنا مطالبنا، اليوم طلعنا احتجاجية لنا بعد مطلب، ننصب خيم بباب الدوائر المعنية، نريد القطع الأراضي، لأن احنا طبقة كادحة. هذا يعتبر نفسه من الطبقة الكادحة، وعامل وعضو في نقابة العمال في فرع النجف. بشرفكم مو يحكي أفضل من هواية من السياسيين اللي يعتبرون نفسهم سياسيين، واللي هم هسه جايين يطالبون ذول السياسيين بحقوقهم، والسياسيين يركضون وراء المواطنين. تعال انتخبني واعطيك تعيين، تعال انتخبني واجيب لك مي، تعال انتخبني واجيب لك كهرباء، تعال انتخبني واجيب لك بيت، تعال انتخبني واعطيك كي كارد حتى تاخذ رعايه اجتماعيه، وتعال انتخبني حتى اسوي لك، وانتخبني حتى اسوي لك، وانتخبني حتى اسوي لك. زين ها يلا يلا، تريد ينتخبوك الناس؟ يلا. كل سياسي بالعراق بدال ما يصرف على بوري مال مي، وبدال ما يصرف على صور وبوسترات، وبدال ما يطي رشاوي حتى يوصل للمنصب، ذني الفلوس ضمهن على صفحة وروح اركض ورا ذني، روح اركض ورا معاملات الناس ومشيهن. من تمشيهن؟ والله ما يحتاج. لا تشتري صوت، ولا تطي صوبات ودجاج وبطانيات، ولا تطي كي كارد وما كي كارد وهالسوالف، ولا تحفر بير، ولا تحفر بوري مي، ولا تأسس كهرباء وعمود كهرباء، ولا تبلط شارع، ما يحتاج ذني، لأن ذني كلن راح يجي انتباعا لما تطي للناس حقوقها، والناس راح تركض وراك أنت، بدال ما أنت تركض وراهم يوم بالأربع سنين. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من زهرة توليب تقول والله هذول أكثر فئة تستاهل تصعد رواتبهم. عيسى السلامي، بارك الله بكم، أحسنتم. أهم موضوع حاليا هو تعديل سلم الرواتب. ووردة الربيع، أكثر بشر مظلوم هم عمال النظافة، خطية بالشارع من الصبح، بالبرد بالحر. وأبو نور الناصري يقول قانون سلم الرواتب إذا ما تطبق قبل الانتخابات بعد ما يصير أبد، لذلك يجب المطالبة والتكثيف في النشر. فكان هذا تعليق أبو نور. وعدنا أبو زينب من النجف، حياك الله يا أبو زينب.
استاذ افل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا هذا موضوع مال سلم الرواتب والعداله الاجتماعيه وكذا، هذا قديم حديث. نعم. وكل ما يوصل، وانا قلتها سابقا، دائما اي قرار اي قانون في مصلحه الشعب العراقي او اي فئه من فئات الشعب يهمل او يترك او يؤجل، ومثل ما قلت جنابك يسووه ابره بنج ويخدرون الناس ويظلون يأملون بهم. نعم. تجي هذول المسؤولين المعروفين جزافا بالسياسيين، يعني كل واحد تلقاه 30 راتب و40 راتب و70 راتب، زين ادري هذا ايش جاي يسوي وياخذ هالرواتب وغيره ياكل من الازبال. ها؟ نعم. ورواتبهم يعني اذا تجي تحسبها على مليون بالشهر، من ياخذ 40 و50 راتب يعني 40 50 مليون. نعم. ها؟ لما يطلع عضو مجلس نواب سابق في قبل حوالي 4 5 سنين التقى به مقدم البرنامج يقول له راتبي 30 مليون وانا يوم 13 بالشهر اداين. نعم. بالله عليك هذا اذا عضو مجلس نواب 30 مليون يداين، هذا بال 200 الف شو يسوي؟ اذا هذا حقه ان ينحرف ويصير مجرم. ابو زينب تقصد نفسه اللي يقول فاتوره ابنه بالانترنت 5 ملايين؟ ذولا جاي يضحكون على انفسهم قبل ان يضحكون على عقول الناس. نعم. والسبب سبب الناس لتغاضيهم عنهم، لان سطحوا عقولهم ذول المساكين. هسه تجي مثلا وانا صورت الازبال الموجوده بالنجف. نعم. هذول مساكين في كل دول العالم، هاي الفئه وشريحه المعلمين والمدرسين وكذا يؤدون اعظم الخدمات والقضايا الصحيه وغيرها. نعم. لكن اولا تلقاه محتقر، تلقاه راتبه متدني جدا، تلقاه كذا. يجيك حكمك اللي خامس ابتدائي وسادس ابتدائي ومدري شنو، ها؟ اللي كان عربنتي واللي كان حمال تلقاه وكيل، وزير تلقاه وزير، تلقاه شكو يابا منتمي للحزب الفلاني والحزب العلاني. ثانيا لو اكو تقسيم عادل للثروات. نعم. تعال بابا انت شنو تاخذ لك 70 و60 راتب؟ ورواتبك ما لا تقل عن مليون بالشهر، وهذا المسكين 120 و150 واكو بعضهم رعايه اجتماعيه، يعني بشرفك 30 الف دينار بالشهر. نعم. يعني ياخذ لك 30 نستله وعصير. نعم. هذا المسؤول اللي اقر هذا اولا عنده شرف، عنده غيره، قال هذا شلون راح يساوي نفسه بباقي شرائح المجتمع. نعم. ولذلك وجد المرتع الخصب للجريمه، لانه 90 اكثر من 98% من اسباب الانحراف والجرائم هو الاقتصاد. انت مو تاخذ 70 مليون بالشهر وانا اخذ لي 100 الف. بعدين هم هذول المفروض هسه تطلع ثوره عارمه قبل الانتخابات. نعم. مو الحلبوسي بجرت قلم 174 مشروع قانون وقرار يضرب دفرة الى 2024 وكلموا لي كل الحكي ليل نهار بانتخاب مجالس المحافظات، مو هي الغطاء الشرعي مسوي لهم والقانوني. نعم. لسرقاتهم. نعم. نعم. وبقائهم القدر في السلطة، وعلى الشعب أن يطلع ثورة مسلحة ويسحل هذول بالشوارع. وشكرا. شكرا لك أبو زينب. أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أسد، هذا اللي يقول أنا راتبي 170. نعم. هو لو يتسلم ال 170 هم قبل أني بال 170، هذا تلقيه المسؤول عليه موقف البلدية. نعم. غيب يوم أو يومين وقطع من عنده 20 أو 25، احسب كم عامل أكو بالبلدية. نعم. هاي كلها راح تصير بجيب منه، بجيب المسؤول العلي. نعم. المسؤول العلي راح يعطي حصة للمدير، حصة للأخ ولله. هاي السرقات يعني صارت الدوائر مال الدولة مافيات وكل من وربعه. نعم. وهسه أكو مرشحين يطلع بالإعلانات يطلع يقول تصير بتفيد اهلنا، اهلك منو؟ اهلك منو؟ انت ليش ما تقول تفيد العراقيين؟ نعم. انت تفيد اهلك، تفيد ربعك بس؟ كم واحد عندك الحاشيه مالتك ما قدروا يطبلوا لك ويركضون وراك، هذول تفيدهم؟
اخي. نعم. يعني نعم هذول اهلك عشان انت من تجي على دوائر الدوله لو تقترب دوائر الدوله مع احترامك استاذ افل نضرب المثل بيناتنا اني او انت، انت مدير او انا مدير، انت تجيب ربعك وانا اجيب ربعي ومن تجي تشوف اي دائره مال الدوله كانما عشيره كانما الورث مال ابوه. نعم. من تجي تقيسه موظف راتبه خلينا نقول باي دائره كانت خدميه راتبه 600,000 او 700,000 خلينا نقول 600 او 700 راكب ارقى سياره ست شدات اربع شدات خمس شدات ليه جابها من بيت ابوه وهو قبل الاحتلال هو وابوه بايت كلمة عنده يا يعني هاي منين؟ نعم هاي مو مال الشعب مو مال الدوله. نعم بس نرجع ونقول نرجع ونقول مع احتراماتي مع احتراماتي للناس الطيبه ومع احتراماتي لقناتكم ابو زايد بالشعب العراقي ابو زايد بالشعب العراقي لان الشعب العراقي انصرف لهذا الشيء والكل ساكت وكل من يقول انا اقول خل تطلع من افل وافل يقول خل تطلع من محمد ومحمد يقول تطلع من عبد الله وعلى هالموال وساكتين. نعم يا عمي جوي ناس عصابات من تجي تقيس اذا محافظ حرامي اذا قام مقام حرامي اذا تجي مدير بلديه حرامي كلها ناس حراميه وكلها. من تجي تقيس هسه شنو مدير بلديه عنده 20 قطعه 20 قطعه ماليش ماليش مال شنو مال ابوه شلون 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 اخذ 20 قطعه ولاخ 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 وشديرين مثل هذا وجيت نشوفك من هذه النشرات اكو مسؤولين متنفذين قام ياكل حقك انت جاعك وجاع ابوك وجدك ومن تجي تحشي تروح تشتكي الدعوه مالتك تنام وتطلع انت مطلوب هاي صارت واليوم اقول لك وياي اني بالذات يعني من تروح تشتكي يقول لك ها ايه ما يخالف من تقول انا اروح اشتكي على استاذ افل بعد ما اطلع من الدائره مال الشكوى يخافون استاذ افل ترى زيد من الناس اشتكى عليه زين هاي هاي دوائر دوله؟ نعم يا عمي نعم نعم الله لا يوفقهم الله لا يخليهم ان شاء الله حسبي الله ونعم الوكيل نعلة الله على وجوههم نعلة الله على ابراهيم على رجابهم رجاب اننا ما في القدره نعم ليش مجالس المحافظات بيوم وليله قالوا انتخابات مجلس محافظات ليش تعويضات تفلشت بيوتهم ما عوضوهم من 2015 لحد الان يلا عوضني عوضني بيت الراحه نعم نعم يعني انت اليوم وليله الوضع مجلس المحافظات نعم يعني المغيبين يلا هاي شلون مجلس المحافظات هاي حلقه وصل مال بوق بس ما يخلون كل شيء نعم نعم نعلة الله على وجوههم نعلة الله على شكرا طالب. شكرا لك ابو عبد الله يعني ابو عبد الله ذكر نقطة يقول اي مسؤول او اي مدير يجي يجيب عشيرته كلها الى الدائرة والدليل الوزراء اللي موجودين بالعراق من 2003 لليوم اذا تلاحظون اكو اسماء حتمية اكو اسماء تتغير صار هنا طب هنا رجع صار مالية طب داخلية راح ما اعرف شنو يفترون هذا كل ما يطلع من وزارة يطب الوزارة الثانية ياخذ عشيرته وياي طب بهذيك الوزارة وكل ما يجي واحد يطرد جماعة الوزير القديم ويجيب جماعة الوزير الجديد فتتخيل الوزارات هيك فما بالك بالجو اللي ذكره ابو عبد الله. اهالي الرستوميه جنوب شرق العاصمه بغداد طالبوا الجهات الحكوميه المعنيه ان تتدخل لاجل السماح بالدخول لمواد البناء الى منطقتهم واتهموا القوه اللي لازمه القاع والمنطقه بالابتزاز. احد المواطنين اشتكى بالفيديو التالي من قوات الشرطه الاتحاديه اللي لازمه منطقتهم وصور هذا الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويقول أن القوة تمنع دخول مواد البناء إلى المنطقة بالرستمية إلا بدفع رشاوي لهم. تعالوا نشوف رئيس وزراء خلي خلصنا من هاي الاتحادية مللونا الله وكيلك. إحنا منطقة رستمية محلة 705 مبنية حوالي 70% ما يخلونا نبني إلا بفلوس نبثلوا ويأخذون عندنا مليون نبني يأخذون ما استقفهم مليون ونبني طابق ثاني هم ياخذون مليونين، ألامت احنا ظل. يعني خلصونا من الاتحاديه رحم الواديكم احنا، وين بعد احنا بش نسوي بعد؟ علني؟ علني الله وكيلك، هسه بشوف هذول ورانا هسه هاي الاتحاديه ورد. لو تعطي فلوس تبني، لو ما تعطي ما تبني. هاي صار لنا حوالي هسه صار لي سنه انا قاعد ابني بالهيكل، اذا كملنا ما يخلونا. احنا ناس تعبانين، ناس نشتغل التاكسيات. وهذا الولد جاري هم خطيه سايق التاكسي. هذا بالرستمية. هنا راح نحكي في فيديو آخر ما راح نحكي على البناء والرشاوي وهالأمور لكن راح نحكي على قضية سائق دراجة نارية ما طور سكل
يحاول أن يسجلها بالمرور وراء ما طلع قرار يمنع سير الدراجات الغير مسجلة في الشوارع ويحاسب أصحابها. لكن تفاجأ سائق الدراجة أنه رسوم التسجيل والضريبة المفروضة عليه صار أكثر من سعر الدراجة نفسها. يعني اللي ما عنده يشتري سيارة واللي ما عنده شغل وراح اشترى له دراجة حتى شنو يلقى له سبوبة رزق؟ منين يجيب قيمة الرسوم المفروضة إذا هي أعلى من سعر الدراجة؟ جاوبوني، تعالوا نشوف سويها. سلام عليكم يابا، احنا كنا مع القرار، كنا مع القانون، وصار لهم تقريبا 10 أيام لحقوا سجلوا لحقوا سجلوا راح ينسد، ويوم 1/12 يتم حجز الدراجات رحنا سجلنا. صار لي يومين انا اركض بالمعاملة مالتها، كملت حولونا على الجمارك، رحت للجمارك باعوا قد الجمرك مالتها، هي دراجة دبانة من هاي الاوتوماتيك الصغيرة، انا الدراجة ما اخذها ب 600 دينار، الجمرك مالتها 559 و210 ضريبة، ولحقت 200 تقريبا مرور، هاي راح اصير بس 900 بس التسجيل مالتها، لان هي ب 600 اسجلها ب 900 نبدا بيعها بيش ابيعها، اكو واحد يشتريها بمليون، بعد الدراجة 1.5 مليون ما حد يشتريها. فأردت نظر بهذا التسعيرة مالي الجمارك، هاي جمارك النجف اليوم رحت المالي. يعني الدولة هنا دا تساهم بشكل رسمي بارتفاع الأسعار أكثر، لأنه المواطن والمورد اللي يريد يبيع الدراجات بالمستقبل لما يقول له لابد الدراجة أنت ما تقدر تمشي بيها إذا ما تسجلها، وروح يكتشف التسجيل مالتها ب 900 وهي سعرها 600، ابو التوريد او المحل او المعرض ما راح يبيعها ب 600 بعد، راح يقول له اسجل لك اياها تدلل بس اعطيني 1.6 مليون 1.7 مليون. لما نشتريها الاخ ب 1.6 مليون و 1.7 مليون سعرها بالسوق راح يزيد. ما فكرتوا بهاي المشكله والمعضله؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أبو محمد صادق: بعدكم ما شفتوا شيء من حكومة الميليشيات، اصبروا والله حتى بيوتكم يسوون عليها ضرائب شهرية. مرتضى المدلول: بعد كم سنة حتى الشحاطات ما تمشي بها إذا ما تشد لها رقم وتتسجل بالمرور. ومحمد مبارك يقول: هذا قانون صحيح، كل شيء لازم يتسجل بغض النظر عن قيمته حتى لو 1000 دينار، لكن المشكلة بقيمة التسجيل يا أخويا، وإحنا ويا القانون بالتأكيد. أبو أكرم العبادي: لهذه الأسباب ما حد يسجل، والله بعض اللي عندهم يقول أحرقها وما أسجلها، أكو ما تسوى 200 ويصرف عليها 500، أدري منين يجيب. فكان هذا تعليق أبو أكرم العبادي. المشكلة لما إحنا نتعامل ويا ناس، لما نتعامل ويا بشر لازم الحكومة تفكر بالفقير. دول العالم اللي فارضة ضرائب، روحوا شوفوا الضرائب، تلقون الضرائب أكو على الموديل، أكو ضرائب على المنشأ، أكو ضرائب على سعة المحرك، أكو ضرائب على المواصفات، أكو ضرائب على الأوبشنات الإضافية اللي تنضاف إلى المركبة أو الدراجة، كلها تنحسب حتى يقيمون قيمة الضرائب. لكن ما عنده شيء يسوي. هو العالم قام يفكر بالسيارة الهايبرد والكهربائية حتى يقلل من الضرائب الموجودة حتى يخفف على الناس، مو يجي على ما عنده ويقول له تعطيني فوق سعر اللي انت اشتريته ضعف ونص. هاي كارثة. لهالسبب الناس راح تحس انه دولة الحكومة مو ما تفكر بيهم، دولة الحكومة موجودين حتى تقولهم بس اعطوني، وهو ما محصل شيء منهم. نعبر من ذني، تعالوا نحكي على مشكلة المشاكل. شتاء العراق، شنو اللي موجود بالشتاء؟ مطر. مشكلة المشاكل بالعراق هو المطر الغيث واللي هو بركة من رب العالمين. انتهت موجة الأمطار الأولى، لكن الشوارع بعدها غرقانة بالمي. تخيلوا من شوارع البصرة اللي غمرتها مياه الأمطار بعدها غارقة، ويبدو أن المطرة الجاية راح تمطر والشوارع بعدها مجافة. منطقة الجبيلة شارع الميثاق وراء هطول الأمطار، هاي المنطقة بعيدة كل البعد عن أي مشروع خدمي،
ومن فترة طويلة، على الرغم من أنه هاي المنطقة بمركز محافظة البصرة، يعني المحافظة يشوفها يشوفها، بس حالها هذا. هذا حال المنطقة. يقبل محافظ البصرة أسعد العيداني وحدة من بناته تمشي هيك؟ ما توقعها، ولا محمد الشياع السوداني ولا العامري ولا المالكي ولا عمار الحكيم ولا مقتدى الصدر ولا أي واحد بيهم يقبل وحدة من بناته أو قرايبة تمشي هيك بالشارع. بس المواطن عادي يمشي هيك بالشارع لأنه درجة عاشرة بالبلد. نطلع من هنا نروح للعشار، هذا الملف راح احكي بس بالبصره. هاي المشاهد راح تشوفوها، طبعا المشاهد هي اللي تحكي عن نفسها، ما يحتاج نعلق عليها، سواء بنى تحتيا، اعدام خدمات، كلها راح تحكي عليها هاي الفيديوهات من منطقه العشار. لما تشوفون شوارع منطقه العشار عباره عن مستنقع، تعالوا. مناظر جميلة جدا، والبلد بجفاف، والمطر ما حد يعرف يستفاد من عنده من السياسيين، ولا وزارة الموارد المائية شنو شغلها وزارة الموارد المائية ما أدري. مي المطر والمجاري بدأن يدخلن للبيوت، هذا اللي صار بمنطقة جمعية إسكان الموانئ بالبصرة. هذا كله بوسط غياب المعالجات والحلول والخدمات. يعني تخيل عزيزي المشاهد البيت اللي الكل يحلم به، واللي هو أمانك من المخاطر الخارجية، من برد الشتاء، حر الصيف، يحميك من المي، من الحيوانات الضالة، من المجرمين. اليوم ما يحميك، لأن المجرم والمتنفذ مستبيح بيتك، والمطر والمي والمجاري كذلك. تعال نشوف سوية. المواطن ببيته محتاج بلم، تخيلوا. ناس علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني علي العراقي: أموال المجاري وين صارت؟ مال الأمن الغذائي. زيد يقول: والله عجيب، منطقة الشاوي من زمان مجاري، ليش ما تشتغل زين؟ ما صار لها سنة من اشتغلوا بالشارع، غير تكمل خدماته يلا يتبلط محطات الصرف، شنو ما تشتغل؟ وكرار الخالد يقول: والله الحكومة صارت مضحكة بين الدول، وملاك الخفاج تقول باب المعدومة من الخدمات للصيف ولا شتاء، لا مجاري طلعوا سيارات البلدية تسحب الشوارع غرقانة لبيوت. فكان هذا تعليق ملاك على هذه القضية. عندنا فيديو وصل لنا عبر نافذة أنت ترى، اللي وجدتها قناة الرافدين لكم، لتنقلون اللي انتم تردون نقله. وهاي الرساله جتنا اليوم من محافظة بابل، اللي طلعوا الاهالي هناك يقولون تحديدا من ناحية الإسكندرية، عندنا منطقة الإسكان الصناعي الرابعة مدرسة متروكة ومكونة من طابقين، صار سنتين يقولون المدرسة بها هدم ولحد الآن كل شيء ماكو. اريد نفتهم ليش، تعالوا نشوف. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. هاي مدرسة الوطن والمروة،
مسدودة صار أكثر من سنتين يقولون عليها هدم، لكن لا شفنا هدم ولا شفنا أعمار مع الأسف. يعني ما أدري فلوس ماكو يقولون من جهة، ما أدري والله، ما تعرف وين الحقيقة وين ال... بس ما يخالف عليها هدم بنوها، يعني سنتين هسه ما كان مكمليها، يعني مو حرامات يعني. هذا على العموم الحمد لله وشكرا. هي مدرسة المروءة والوطن في ناحية اسكندر، منطقة الإسكان الصناعي في ناحية اسكندرية في محافظة بابل. هاي لأنه احنا اصلا عندنا دوامين وثلاث دوامات بمدارس، لكن لا حياة لمنها. كان هذا الفيديو على نافذة أنت ترى. بالأخير أريد أوجه رسالة إلى السياسيين وأريد أقول لهم رسالة أخيرة، بدال ما تركض وراء الناس من أجل أن تحصل صوتهم بطرق مشبوهة وبطرق غير صحيحة، وبدال ما تزور وبدال ما تسوي المستحيل حتى تحافظ على كرسيك وتحافظ على مصالحك بالمحافظة وخارج المحافظة بالمركز وبالداخل، بدال ما تسوي هذا كله لو بيكم واحد بس يفكر بطريقة صحيحة كان ما صرف ولا فلس وكان ربح قلب الناس. بدل ما يطلع واحد من عندكم ويقول أنا أخذ، أو واحدنا يقول نفتح قضية فساد على شخص آخر ويجي يرشينا بمليونين دولار وناخذ ما عنده المليونين دولار ونقول ضحكت عليه الفلانشي لابن الفلانشي وسديت القضية بالنزاهة، بدل ما تفضحون بعض وصيرون اضحوك يم الناس ويعرفوكم كلكم حرامية، لو بكم واحد بس يفكر كان الناس حبتكم، لو بكم واحد بس يشتغل لأهل البلد كان الناس حبتكم. كل الناس تتذكر لحد الآن من حكم البلد من السابقين، كل الناس من الملكية وانت صاعد كلهم يتذكرون لما انفتح التلفزيون ولما بلش التبليط ولما بدأت الصناعات ولما بدأت الأمور الصناعية ولما بدأت المعامل، كلها تتذكر لليوم معاهدة لما الشعب رفضها وطلع مظاهرة على نور السعيد وشون نور السعيد لغاها لأجل الشعب. كلها تتذكر لحد الآن الباشا نور السعيد اللي كانت العالم تكرهه وتقول هو عميل إلى الإنجليز، لما ابنه طار بطيارة راح حاسبه يقول له أنت ما تلعب بمال الدولة ولا بمال العراقيين، لأن الطيارة مو مال أبوك حتى تطير بها بدون أمر عسكري أو من أمرك. زين أنتوا شنو اللي تقدموا للبلد؟ كل اللي قدمتوا للبلد دمار في خراب في ضياع. وهاي رسالتي لكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم مباشر الجمعة. انتظروني. في أمان الله.